والبناين بريست ليجنز، ولو لحقنا نخلص الباثولوجي اوف بريست كانسر. يعني طبعا احنا انتوا امتحان الفاينل عندكم امتى؟ 7/6 ان شاء الله يا دكتور. 7/6 يعني، والنهارده 7/5، شهرين يعني. 8 محاضرات من ضمنهم. طب ما انا عندي وقت اهو، امال الدكتور محمود زنقني ليه؟ وات ايفر، سبعة نبدا ستة يا دكتور شهر. شهر واحد. اه نهار ابيض، لا ده احنا كده مزنوقين قوي. طب وات ايفر، مش هنضيع وقت ان شاء الله في الانترودكشن للبريست. زي ما احنا شايفين، احنا في البريست كامبريولوجي بيكون من الاسبوع الخامس للسادس، عن طريق بيحصل اكتوديرمال ثيكنينج بنسميه الماماري ريدج. والماماري ريدج ده بيكستند من الاكزيلا لحد الجروين، لحد داون تو ذا جروين. تمام. الاكتوديرمال ثيكنينج ده في الهيومنز، في الانيمالز بيكونتينيو ويبقى البريست ماشي بطول الخط الماماري ريدج ده، لكن في الهيومن بيحصل له اوبليتريشن كله، ويفضل بس الجزء اللي عند البيكتورال ريجن، يفضل بس الجزء اللي عند البيكتورال ريجن. تمام، علشان يكون البريست بعد كده. ده ريليتد لينا في ايه؟ ان ممكن الماماري ريدج ده يحصل له بيرزيستنس، فممكن يكون بريست تيشو او نيبل along this ridge. فممكن يبقى في بريست تيشو، وده اللي بنسميه البوليماستيا. بوليماستيا يعني في اكسسوري بريست تيشو. بوليماستيا كومنلي بتيجي في الاكزيلا، زي ما هنشوف صور ليها كمان شويه. او ممكن يبقى في اكسسوري نيبل، والاكسسوري نيبل دي بنسميها بوليثيليا. اكسسوري نيبل ممكن تبقى موجوده في اي خط، بس فيري كومن بتبقى تحت البيكتورال ريجن، تحت البريست above the umbilicus. كومنلي قوي بتبقى موجوده في الحز بتاع البرا هنا، في النقطه دي البوليثيليا. ممكن ما يحصلش ديفلوبمنت في البريست، يحصل اماستيا ما يتكونش، او بريست هايبوبلاجيا، بريست ما يتكونش بشكل كامل، ويبقى كومنلي بيبقى في اسيمتري بتوين بوث بريستس. تمام، فدي مشاكل الديفلوبمنت. المفروض الاكتوديرمال ريدج ده بيحصل له انفاجينيشن جوه، تمام، ان جروث الاكتوديرم، ويبدا يتقسم ل 15 ل 20 برانشز علشان يكون لي البريست لوبس، وال 15، كل لوب منهم ال 15 ل 20 لوب بيبقى دريند باي مين لاكتيفرس داكت، مين لاكتيفرس داكت اللي بيحصل فيها دايلاتيشن في الاخر، اللي بنسميها الماماري ساينس، واللي بتفتح بعد كده في النيبل علشان تبقى الماماري بيت. تمام. مشاكل الديفلوبمنت اوف ذا نيبل ان هو بيحصل فيها انفيرجن، بتبقى انفيرتد لجوه بدل ما تبقى انفيرتد لبره. انا هحاول بس اقول الحاجات اللي ليها كلينيكال ريليفنس. ديفلوبمنت اوف ذا بريست ده بياخد مراحل طويله قوي، يعني الديفلوبمنت اوف ذا بريست تيشو بيبقى كومبليتد افتر بريجننسي، يعني لحد ما يحصل بريجننسي بيبقى لسه الديفلوبمنت بتاعه مش كامل، مع ان الاطفال الصغيرين النينيتس الفيميلز بعد البريجننسي ممكن يحصل لهم ميلك سكريشن، وده بسبب البرزيستنس اوف ماتيرنال هرمونز. الماتيرنال هرمونز بتخش للنينيت عن طريق البلاسينتا، بتبقى موجوده، فبيحصل زي ميلك سكريشن بنسميه ويتشز ميلك او لبن الساحرات. ويتشز ميلك، الطفله مولوده وفي لبن بيبقى نازل من صدرها، ودي حاجه بتبقى ترانزيانت افتر ديليفري، وبعد كده بعد ما الهرمونز دي تختفي الميلك ده بيختفي،
وبعد كده بيفضل ال development of the breast suppressed until puberty. until puberty عند ال puberty بيبدأ release of hormones. الجونادت تروفين ريليسينج هرمون بيبدأ يطلع من الهايبوثالاموس علشان يروح للانتيريور بيتوتري فيطلع منها الاف اس اتش والال اتش هرمونز اللي بيعملوا ديفلوبمنت في الاوفري يبدا الاوفيوليشن فيبدا الهرمونال سيكريشن يبدا الهرمونال سيكريشن يطلع فبداية البيوبرتي بيطلع استروجين بس بيطلع استروجين بس وبعدين ردي بيطلع استروجين بس بيبقى فورد بعد كده باي البروجستيرون عندنا الاستروجين والبروجستيرون والبرولاكتين دول بيبقوا تروفيك هرمونز تروفيك هرمونز يعني بيعملوا هايبربليزيا للدكتس والالفيولاي اوف ذا بريست الاستروجين بيعمل هايبربليزيا او ديفلوبمنت للبريست داكتس والبروجستيرون مع البرولاكتين بيعمل ديفلوبمنت وجروث اوف بريست لوبيولز او الالفيولاي الجزء السكريتوري بتاع البريست بسبب طبعا الافكت اوف كورتيزول والجروث هرمون والثايروكسين الاوكسيتوسين ده بيبقى مسؤول بس عن الميلك ايجكشن السكريشن بتاعه مش السينثيسيس المسؤول عن السينثيسيس هو البروجستيرون والبرولاكتين لكن المسؤول عن السكريشن ان الميلك يخرج من النبل هو الاوكسيتوسين بداية نمو البريست مع البيوبرتي دي اللي بسميها تلارك يبقى التلارك هو بداية الديفلوبمنت اوف بريست تيشو وده بيبقى under effect of gonadotropin releasing هرمون اللي بيطلع من الهايبوثالاموس مع البريجننسي بيبدأ يحصل طبعا غير زيادة الاستروجين وزيادة البروجستيرون البرولاكتين كمان بيبدأ يحصل له سيكريشن والبرولاكتين هو اللي بيبقى مسؤول عن الميلك سيكريشن after delivery of the placenta بعد ما يحصل delivery للبلاسينتا يعني بيحصل دروب للاستروجين والبروجستيرون اللي بيبقى عامل suppression للفانكشن بتاعت البرولاكتين هرمون يبدأ الإفكت of البرولاكتين هرمون يبقى ريفيل وتبدأ البريست الفيولاي يبقى مليان بالفات وبالبروتينز اللي هو الميلك فورميشن والميلك ده يبقى يحصل له إيجيكشن من النيبل under effect of oxytocin اللي بيحصل له ريليس نتيجة الأم تسمع البيبي بتاعها تحطه على صدرها السكلينج نفسه إفكت ده بيستيموليت الريليس اوف اوكسيتوسين والاوكسيتوسين هو ده اللي بيجكت الميلك من النبل الابنورماليتيز اللي ممكن تبقى اسوشيتنج الديفلوبمنت البريماتور تيلارك اللي هو يحصل بريست ديفلوبمنت بيفور ايج اوف 8 طبعا ممكن يحصل فيل ديفلوبمنت زي ما قلنا سواء حاجه كونجنيتال زي التيرنر سيندروم او حاجات اكوايرد البنات اللي عندهم مال نوتريشن او خدت كيموثيرابي او راديوثيرابي او حصل ايفن سيرجيكال اكسيجن في مشكله رهيبه بنقابلها البنات الصغيرين عند سن 8 سنين بيبدا البريست جلاند تظهر بيبقى زي فيرم نوديول كده محسوسه ورا النبل فبعض الناس تفتكرها اورام فتروح لجراح مش فاهم يقوم شايلها شفناها تمام يبقى كده هيحصل failed development tuberous breast دي abnormality بتتشاف بيبقى incomplete development وبتحتاج correction لان البنت دي طبعا التيبرس breast هيبقى فيه مشكلة في اللاكتيشن غير ان هو شكله مش مظبوط وحجمه صغير هيبقى فيه عندها مشكلة في اللاكتيشن وبتحتاج reconstructive surgery بحيث ان احنا نحط لها implant بحيث ان حجمه يكبر
على الجانب الثاني ممكن يحصل اللارجمنت في حجم البريست، حجم البريست اثناء البيوبرتي او بعد الدليفري، حجمه يكبر جدا ووزنه يزيد عن 3% of total body weight، وزنه يبقى تقيل اكتر من 3% of total body weight، ودي بنسميها الجوفينايل هايبرتروفي او الماكروماستيا، او برضو لما يكبر قوي بنسميه جايجانتوماستيا. يبقى زيادة في الديفلوبمنت لما وزنه يزيد عن 3% من total body weight دي بنسميها ماكروماستيا او بنسميها جوفينايل هايبرتروفي او جايجانتو ماستيا. ده شكل البوليثيليا، دي نيبل زيادة موجودة تمام، وزي ما اتفقنا بتبقى موجودة كومنلي قوي، ممكن نسيبها عادي ما نشيلهاش، لكن لو موجودة في الحز بتاع البرا بتضايق العينة وبنحتاج ان احنا نشيلها. ده اكزامبل للاكزيلاري بريست، ده اكزامبل للبوليماستيا بيبقى موجود في الاكزيلا. كان في حالة very interesting انا شفتها وعملناها، كان عندها four breasts، عندها اتنين بريست فوق بعض على الجنبين، اتنين بريست فوق بعض على الجنبين. ده شكل التيوبرس بريست، شكله بيبقى كونيكال كده او بيراميدال وبيبقى اندر ديفلوبد، والعينه دي بيبقى عندها مشكله في اللاكتيشن ما بتعرفش ان هي ترضع، ودي بعد الامبلانت بعد الريكونستراكشن. ده اكزامبل للهايبوبليجيا، هايبوبليجيا تمام، البريست على الناحيه الشمال هنا اندر ديفلوبمنت، وده طبعا بعد الكوركشن. اناتومي، الاناتومي اوف ذا بريست بيكون طبعا من السكن والجلاندولار تيشو، سكن اند جلاندولار تيشو، والجزء الكاركترستيك في السكن اللي هو النيبل اند اريلا. البريست تيشو ده بيعتبر موديفايد سيبيشس جلاند وبيتكون من 15 ل 20 لوبس. الجزء الريليفانت كلينيكالي عندنا ان اللوبس دي بتبقى سيبريتد باي فايبرس ستراندز بنسميها كوبرز ليجامنت، كوبرز ليجامنت، والكوبرز ليجامنت دي بتبقى اتاتشد فروم ذا سكن داون او باكورد لحد البيكتورال فاشيا. الفاشيا دي فاشيا كفرنج ذا بيكتوراليس ميجور ماسل. عشان كده لما بيحصل اي اديما في البريست تيشو نتيجة لينفيديما بسبب بريست كانسر أو بسبب سيلولايتس ماستايتس موجودة أو بريست أبسس، أي إديمة تبص تلاقي السكين بيحصل له فيه بيبقى سوولن لكن بيسيب ديمبلز، ديمبلز مكان الاتاتشمنت أوف كوبر ليجامنت. لو حصل انفولفمنت للكوبر ليجامنت ده باي مالجنسي أو باي فايبروزس زي في التروماتيك فات نكروزس داكتكتيزيا أو واتيفر، بيحصل شورتنينج of the Cooper's ligament. With shortening of the Cooper ligaments يعمل dimpling of the skin. البريست تيشو البريست جلاند نفسها طبعا بتبقى applied في الـ anterior chest wall بتextend upward from the second rib وداونورد لحد الـ sixth rib وميديالي من الـ lateral sternal border لحد الـ laterally mid axillary line. فهو الاكستنشن اوف ذا بريست تيشو بيبقى اكبر من اللي احنا بنشوفه، طبعا بيبقى lying على البيكتوراليس ميجور mainly laterally بيغطي السيريتس anterior وداونورد بيغطي الاكسترنال اوبليك الجزء الابر من الريكتس شيس، وده الاكستنت بتاع الجراحه بتاعنا واحنا بنعمل ماستكتومي. في الاريولا سراوندنج النيبلز بيبقى فيه موديفايد سبيشس جلاند اسمها مونتوغومري جلاندز، دي سبيشس جلاند وظيفتها بتكبر اثناء اللاكتيشن تمام، يعني ما بتظهرش عند البنات غير بعد الحمل والولاده، بتبدا المونتوغومري جلاند دي تبقى ديفلوبد ويبدا الاريولا لونها يبقى غامق تمام. البنت قبل ما تحمل وتخلف بتبقى الاريولا لونها بينك، لكن بعد الدليفري بيحصل بتبقى لونها براون تو بلاك، وبيحصل ديفلوبمنت للمونتوغومري جلاند، ودي اللي بتعمل
سيكريشنز علشان تخلي النيبل مويست علشان ما يحصلهاش فيشرنج اثناء الرضاعه، اسمها جلاندز اوف مونتجومري. البلاد سبلاي اوف ذا بريست، ليها البريست ليه كذا بلاد سبلاي، ممكن برانشز دايركتلي من الاورطه لانها بتدي بوستيرير انتركوستلز، والبوستيرير انتركوستل بتبدا تدي لاترال برانشز تو ذا ماماري جلاند. ممكن تاخد من الفيرست بارت اوف سبكليفيان، بيدينا الانترنال ماماري، والانترنال ماماري ليه ثلاثه بيرفريتورز، ليه ثلاثه بيرفريتورز سكند وثيرد وفورث بيرفريتور، بيطلعوا من السكند والثيرد والفورث انتركوستال سبيس وتبدا تدي الجزء الميديال. ودي ليها ريليفنس مهمه جدا ان احنا لو هنعمل ريكونستراكشن افتر ماستكتومي these perforators should be conserved. تمام، يعني بنعمل لها isolation dissection ونعمل لها ligation من غير cauterization، بنحاول نحافظ على stump علشان لو هيتعمل free flap فيها بنعمل anastomosis في perforators دول. من الاكزيلري، الاكزيلري بي سبلاي البريست تيشو عن طريق الثراكو اكروميال برانش، ثراكو اكروميال برانش. تمام، ثراكو اكروميال ترانك ده بيدي بيكتورال برانشز، ودي اللي هي جايه من فوق دي بيكتورال برانشز. تمام، والسكند بارت اوف ذا اكزيلري برضو بيدينا لاترال ثوراسيك ارتري، لاترال ثوراسيك ارتري. يبقى البلاس بلاي بتاع البريست في لاترال برانشز من البوستيرير انتركوستال اوف ذا اورتا، سكند وثيرد اند فورث بيرفوريتورز فروم ذا انترنال ميموري فيرست بارت اوف subclavian، والaxillary second part of the axillary artery بيدي pectoral branches of thoracoacromial trunk واللateral thoracic artery. ال venous drainage بيبقى accompanying ال arteries. وهنا في حاجة of relevance مهمة جدا اللي هي البريست ده واحد من ست أورام very common ان هو البريست كانسر يبعت bone metastasis، bone metastasis، وده بسبب ان ال veins draining the breast بيبقى فيه communication ما بينها وما بين the Patson's vertebral venous plexus. Patson's vertebral venous plexus it is a plexus of veins surrounding the vertebrae، surrounding the vertebrae من فوق لتحت. فال communication ما بين between the venous drainage of the breast and the Patson's vertebral venous plexus ده بيؤدي ان البون ميتاستاسيس بيبقى frequent with breast cancer. سؤال تاني انتوا هتدوروا عليه وهتجاوبوني عليه في المحاضرة الاسبوع الجاي ان شاء الله، ايه ال other five cancer that commonly metastasize to the bone؟ ها ابراهيم، ابراهيم ولا محمود؟ محمود يا دكتور. ماشي يا محمود، صوتك تخن يا محمود. lymphatic drainage، lymphatic drainage عبارة عن lymphatic vessels، ودي مهم ان احنا نبقى عارفينها علشان نفهم حاجة اسمها retrograde lymphatic permeation. عندنا lymphatic vessels نمرة واحد subcutaneous، subcutaneous and subareolar plexus of lymphatic vessels، subareolar plexus of sapae و subcutaneous lymphatic plexus. يبقى أول ده ال lymphatic drainage of the skin، of the skin. يبقى بتبدأ lymphatic vessels تعمل drainage للسكن، سواء subareolar plexus of sapae أو subcutaneous lymphatic plexus، وتبدأ تودي في interlobular lymphatics. ده ال lymphatic vessels اللي بتبقى ماشية in between the lymphatic lobules وتفضل ماشيه لحد submammary plexus. submammary plexus دي اللي بتبقى موجوده overlying the pectoral fascia، pectoral fascia. بعد كده الليمفاتكس دي هتودي على الاكزيلاري لينف نود، يبقى subareolar plexus والsubcutaneous يدوا للانترلوبولر، والانترلوبولر
يدوا للسب ماماري وسب ماماري تكمل على الليمف نودز. الليمفاتكس بقى علشان نفهم ليه البريست بيعمل واحدة عندها بريست كانسر ونفاجأ ان عندها ليفر ميتاستاسيس، او واحدة عندها بريست كانسر ويجي لها ترانس بيريتونيال سبريد. في حاجة اسمها سيستر جوزيف نوديول. حد يعرف ايه هي السيستر جوزيف نوديول دي؟ مش دي يا دكتور اللي بتبقى موجودة في الابدومين المالجنانسي؟ بتبقى موجودة فين؟ اللي هي او اراوند الامبيليكس في الابدومين. في الامبيليكس. في الامبيليكس. تمام؟ تمام. واتسمت سيستر جوزيف علشان ايه؟ علشان هم اكتشفوها في ممرضة اسمها جوزيف. سيستر جوزيف نوديول. اه سيستر جوزيف دي كان عندها بريست كانسر. طب ازاي البريست كانسر وصل للامبيليكس؟ لان الجزء الانفروميديا of the breast lymphatic vessels draining the infromedial quadrant of the breast بتحصل لها piercing of the rectus sheath. piercing of ريكتس شيث. مش احنا قلنا ان البريست بيكستند داونورد لحد ريكتس شيث؟ هي بالليمفاتيك فيسلز تخرج من ريكتس شيث واند رانز الونج ذا فالسيفورم ليجامنت. فالسيفورم ليجامنت عن طريق الفالسيفورم ليجامنت توصل للامبيليكس وتعمل سيستر جوزيف نوديول. ليه فالسيفورم ليجامنت ده فيه ليجامنت اسمه ايه؟ راوند ليجامنت. الراوند ليجمنت ده بيبقى واصل بيبدا من عند الامبيليكس، فهو يوصل الامبيليكس وتعمل لك سيستر جوزيف نديول، تعمل لي ليفر ميتاستاسيس. تعمل لي ليفر ميتاستاسيس، ولو الموضوع ادفانسد ممكن تعمل لي ترانس بيريتونيال سبريد. ترانس يعمل لي بقى بيريتونيال نديولز ومالجنت اسايتس اند سو اون. اذروايز عشان كده لو في بريست كانسر في الجزء الميديال ده كاري بور بروجنوزس. poor prognosis. احسنهم اللي في الابر اوتر، احسنهم اللي في الابر اوتر، لكن الجزء الميديال ده وحش. ليه؟ لانه الجزء منه هيدي، سوري الميديال اللي هو هنا ده، معلش سامحوني، ده الجزء الميديال، ده الجزء الانفروميديال اهو، ده بينزل داونورد مع الفالسيفورم. الجزء الابر ميديال ده بيدي انترنال ميموري، بيدي انترنال ميموري لينف نود اللي بتمثل تقريبا 5% اوف lymphatic سوري 20% of lymphatic drainage of the breast. فعشان كده الجزء لو في سرطان واخد الجزء الميديال ده البروجنوز بتاعه ما بيبقاش كويس. الجزء اللي معقول اللي مقبول احسن منهم، يعني هم كلهم وحشين، الجزء الايه في الابر اوتر كوادرنت، لان ده بيدي على الاكزيلري لينف نود، والاكزيلري لينف نود بتاخد تقريبا 75% of the lymphatic drainage of the breast. 20% للانترنال ميموري، وفي 5% ممكن يبقى سوبرا كلافيكولر. نيجي بقى على الاكزيلري لينف نودز. الاكزيلري لينف نودز ليها علاقه بالباوندريز اوف ذا اكزيلا. فانا عندي ايه الباوندريز اوف ذا اكزيلا؟ انتيرير باوندري اللي هي البيكتراليس ميجر ماينور. فانا عندي في لينف نودز على اللاترال بوردر اوف ذا بيكتوراليس ماينور ماسل اكومبانينج اللاترال ثوراسيك فيسلز. اكومبانينج ايه؟ اللاترال ثوراسيك فيسلز دي الانتيرير جروب، او اللي بنسميها البيكتورال جروب عشان هي على اللاترال بوردر اوف بيكتوراليس ماينور. ايه البلاد فيسل اللي ماشي معاها؟ اللاترال ثوراسيك. في اللاترال جروب او الهيومرال، ودي بتبقى along the upper part of the humerus ماشيه. ايه الفيسل اللي ماشيه معاها؟ الاكزيلاري فين. الميديال جروب، ميديال جروب او اللي بنسميها سنترال جروب، ودي بتبقى على الفلور اوف ذا اكزيلا وبتبقى ماشيه مع الانتركوستو بريكيال نيرف. في الايبكس عندنا الايبيكال جروب، ودي بتبقى ماشيه مع الاكزيلاري فين، وعندي البوستيرير او السب سكابيولر جروب، ودي بتبقى ماشيه مع السبسكابيولر فيسلز. سبسكابيولر فيسلز يبقى دي الجروبس اوف اكزيلاري لينف نود. انتيرير اللي هي البيكتورال، بوستيرير سبسكابيولر، ميديال اللي هي السنترال، لاترال
اللي هي الهيومرال اند ابيكال. يبقى انا عندي خمسه جروبس اوف اكزيلري لينف نودز. ده الاناتوميكال ديستريبيوشن بتاع الاكزيلري لينف نود. لكن السيرجيكال ابلايد سيرجيكال اناتومي اوف اكزيلري لينف نودز احنا بنقسم انتو 3 ليفلز. بنقسم الاكزيلري لينف نودز انتو 3 ليفلز. ليفل 1 لاترال تو بيكتوراليس ماينور ماسل. لاترال تو بيكتوراليس ماينور ماسل اللي هم دول بنسميهم ليفل 1. ليفل 2 دي اللي هي بيهايند ذا بيكتوراليس ماينور ماسل، بيهايند ذا بيكتوراليس ماينور ماسل. ليفل 3 الجزء الميديال او الابف البيكتوراليس ماينور ماسلز. احنا في الجراحه لما نعمل يقول لك عملنا اكزيلاري كليرنس، عملنا ايه؟ قول له معايا ما تحسسنيش ان انا بكلم نفسي. اكزيلاري كليرنس. ايه ده في بنات معانا؟ طب كويس انها خدت بالي. اكزيلاري كليرنس تمام؟ يعني شلنا ليفل 1 اند ليفل 2. يبقى لما نقول عملت اكزيلاري كليرنس يبقى انا شلت ليفل 1 وليفل 2، عمري ما اشيل ليفل 3. لو شلت ليفل 3 ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لينفيديما اوف ذا ار. يبقى انا كده دمرت كل الليمفاتكس، فهيحصل لينفيديما اوف ذا ار والبروجنوزس مش هيتحسن، مش هيفرق. يعني زمان كان بيتشال كل الاكزيلاري لينف نود، زمان ايفن حتى كانوا بيعملوا ثوراكوتومي ويشيلوا الانترنال ميموري لينف نود، لكن كبروجنوزس بعد الديفلوبمنت اوف ذا كيموثيرابي والراديوثيرابي خلاص ما بنحتاجش ان احنا نشيل الحاجات دي علشان نقلل الموربيديتي اوف سيرجري. فاحنا لما بنيجي نعمل اكزيلاري كليرنس بنشيل ليفل 1 اند ليفل 2. طيب هنسمع مصطلح اسمه اكزيلاري لينف نود سامبلينج. اكزيلاري لينف نود سامبلينج ده في المانجمنت هنشوفه اخر المحاضره الجايه ان شاء الله. ده معناه ان احنا شلنا ليفل 1. شلنا ايه؟ ليفل 1. يبقى السامبلينج اللي هو ليفل 1، الكليرنس هو ليفل 1 اند ليفل 2، وكونترا انديكيتد ان احنا نشيل ليفل 3. يبقى ده الجزء الابلايد من الاناتومي. ونخش على البناين ريست ديس اوردرز. السلايد ظهر؟ ايوه دكتور ده. احنا ما عملناش ريكوردنج الله يسامحكم. ماشي نعمل ريكوردنج. اوكي. بناين بريست ديس اوردر. احنا هنقسم البناين بريست ديس اوردر انتو اندي اند نون اندي. يعني ايه اندي؟ اندي is the aberration of normal development and involution of the breast. aberration يعني اختلافات او لخبطة. of normal development and involution. ال development احنا عرفناه اللي هو ال proliferation of breast ducts and lobules. proliferation of breast ducts and لوبيول. وده بيحصل مع العمر، مع البريجننسي، مع اللاكتيشن، وبيحصل during من each menstrual cycle. مع بدايه المنسترال سايكل الاستروجين بيزيد، بروجستيرون بيزيد، فبيبدا يحصل proliferation وهايبربلاجيا اوف بريست ducts اند لوبيولز. ومع المنستريشن نتيجه الدروب of circulating hormones بيبدأ يحصل
انفوليوشن. انفوليوشن يعني يبدأ البريست يرجع يصغر تاني. الهايبربلازيا دي يحصل فيها السيلز يحصل فيها ابوبتوزس. يحصل فيها ايه؟ يعني ايه ابوبتوزس؟ بروجرامد سيل ديث. ايه الشطارة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليك. يبقى بيحصل ابوبتوزس عشان يحصل انفوليوشن. يحصل ايه؟ انفوليوشن. مع تقدم العمر بريمينوبوزل ان بوست مينوبوزل بيحصل برضو بريست انفوليوشن. الابيثيليوم الابيثيليال كونتنت والميزينكايمال كونتنت اوف ذا بريست بيحصل لهم اتروفي ويبقوا ريبليسد باي اديبوز تيشو. اديبوز تيشو بل انفوليوشن بيحصل عندي during every menstrual cycle وبيحصل after menopause. الديفلوبمنت دي عمليه بروسيس مستمره من بدايه البيوبرتي لحد البريجننسي اند لاكتيشن، وبتحصل سايكليك مع كل منسترول سايكل. تمام، بيحصل فيهم لخبطه في الديفلوبمنت اند انفوليوشن، وده ا فيري وايد سبيكتروم اوف ابنورماليتيز بنسميها اندي. وده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هو نون اندي، يعني conditions not related للابريشن اوف ديفلوبمنت اند انفوليوشن. اكزامبلز للنون اندي نمره واحد congenital anomalies. يلا سمعوني ايه هي congenital anomalies، مش عايزين نضيع وقت. بوليماستيا، بوليسيليا واثيليا واماستيا. الله ماشي، وايه تاني؟ والماكروماستيا. ماكروماستيا يعني عندنا في الاكزيلري بريست. ما هو ده ماكرو، ده بوليماستيا او اكزيلري بريست. عندنا تيوبرس بريست، عندنا اسيمتري. تمام، يبقى كل دي كونجينيتال انوماليز. تمام، في جاينيكوماستيا اللي هو انلارجمنت of male breast. Enlargement of male breast. عندنا الموندورز ديزيز. ايه الموندورز ديزيز ده؟ لو تاخدوا بالكو لو في female fair colored هنبص نلاقي في veins ماشي على surface of the breast subcutaneous تبقى visible. الموندور ديزيز ده هو عبارة عن thrombophlebitis of breast veins. يبقى superficial veins اللي ماشي تحت السكن دي بيحصل فيها thrombophlebitis. سببها ايه؟ تروما بعد خبطت في صدرها فحصل thrombophlebitis، او coagulopathy. او ايه coagulopathy؟ الناس اللي بيجي لهم DVT، نفس الريسك فاكتورز بتاعت DVT، بدل ما بيحصل لهم DVT وsuperficial thrombophlebitis هيحصل لهم في البريست، وده بنسميه موندور ديزيز. الليبوما واحدة من البناين نيوبلازما هنشوفها في الآخر. الفات نكروزس ده بيبقى نتيجة inflammation or trauma. inflammation or trauma بينتج عنها subunification of breast adipose tissue. بيبدأ البريست يحصل فيه subunification، بيبقى الأول بيعمل لي زي cystic swelling containing fluidy material، وبعد كده بيحصل لها organization وتبقى عاملة زي choky material، ويبقى firm to hard tender swelling موجود في البريست، وبيدي signs similar to البريست cancer، لأن الماس دي بتبقى firm to hard، بيبقى فيه associated fixed within البريست tissue، وممكن تعمل dimpling وممكن تعمل nipple retraction. فبيبقى signs of traumatic fat necrosis تبقى similar to breast cancer. ممكن يحصل inflammation في المونتجومري جلاند، لان دي sebaceous gland، واي sebaceous gland معرضة ان يحصل فيها infection plus الانفكشنز، ودي هنتكلم عليها لوحدها. تمام، بيبقى احنا المونتجومري جلاند infection فيها، traumatic fat necrosis، congenital anomalies، المندور ديزيز. احنا كده خلصناهم، وبعد كده هنقف وقفات عند الجاينيكوماستيا والانفكشنز، والليبوما دي هتتقال في الاخر مش هتاخد وقت.
البريست انفكشنز. البريست انفكشن هنقسمهم into two main types. The most common example of breast infections, lactational mastitis. Lactational mastitis يعني بيحصل infection مع اللاكتيشن. بيحصل either during the first month أو قبل الويننج. أو قبل الويننج المشكلة بنشوفها في الأغلب في الستات اللي لسه مخلفين ما عندهمش خبرة بالرضاعة، إن ما بتعملش complete evacuation of her breast. تمام؟ اللي هو الطفل بيعيط، تعالى نرضعه، بتحطه على ناحية، يخلص الناحية دي تحطه على الناحية التانية، الميل بتاعته ما تكملش، فيفضل residual milk في البريست. يفضل إيه؟ residual milk في البريست، فيعمل لي what's called breast engorgement. breast engorgement البريست بيبقى swollen وبيبقى tense وبيبقى tender. قرب الويننج عشان الولد بيطلع له سنان، فمع اللاكتيشن يبدأ يعمل bruises وفيشرز في النيبل، فيبدأ يخش المايكرو أورجانيزم اللي هو بيبقى commonly الستاف أوريس بكتيريا. مع الانجورجمنت دي ميديا حلوة قوي للبكتيريا to flourish، فيبدأ يحصل mastitis. يبقى الست الأول بتحس ان صدرها مزند swollen وtense and tender، لو أهملت وما عملتش complete evacuation of her breast هيبدأ تخش في mastitis، هيبقى البريست عنده diffuse erythema ويبدأ يقولها low grade fever، ويبدأ يبقى فيه pain and tenderness. لو ما تعالجتش بدري هتبدأ المستيتس دي يحصل لها development into breast abscess. breast abscess يبدأ بدل الريديمة ما هي diffuse واخدت كل quadrants of the breast، لا يبدأ تبقى localized to a certain quadrant، ويبدأ البين يبقى throbbing، والفيفر تبقى high fever. طبعا بيبقى فيه axillary lymph node which is painful and tender. ممكن يبقى فيه purulent discharge بيطلع من النيبل. يبقى دي clinical picture of lactational mastitis، ودي المراحل اللي بيمر بيها lactational mastitis: milk engorgement, mastitis، وبعد كده localized breast abscess. طب انت جات لك عيانة عندها these symptoms and signs، هنعمل ايه؟ نمرة واحد، you should perform breast ultrasound. الاول طبعا في مرحلة المستيتس والانجورجمنت لازم نديها antibiotics، لازم نديها antibiotics زي الكو اموكسيكلاف. تمام؟ ليه لازم يبقى فيها كلافيلونيك اسيد؟ علشان اغلب الاورجانيزم اللي بتعمل الماستاتس بتبقى فيها بينيسيلينيز، فهنلازم هنزود الكلافيلونيك اسيد. تمام؟ او الفلوكلوكساسايكلين اللي هو الفلوموكس يا شباب، فلوكلوكساسايكلين عشان ده انتي ستاف تحديدا، ده بيبقى انتي ستاف تحديدا. لو في سنسيتيفيتي ممكن نحط اريثرومايسين. معانا بتمشي على الانتيبيوتكس 48 hours، لو ما حصلش improvement يبقى next step لازم نعمل ultrasound. لازم نعمل ultrasound. الالتراساوند بين لنا ان دي ان في بدأ يكون fluid يعني pus formation موجود، يعني الابسس بقى developed، يبقى we should manage this breast abscess. المانجمنت بطريقتين، either ومش عارف هم كاتبين الكلام ده اللي هو الموست ريسنت، الكلام ده الموست ريسنت، بس بصراحه I'm not convinced clinically ما بيبقاش ليه ريزلت، اللي هو انا بعمل frequent ultrasound guided aspiration. frequent ultrasound guided aspiration هم كاتبين كده، بس to be honest البريست ابسس ده بيبقى عامل زي الهاني كوم، عامل زي خليه النحل، عباره عن لوكيلاي كده لازم نفتحهم على بعض. ما اظنش ان الالتراساوند جايدد اسبيريشن
بيبقى ذات افكتيف، الا بقى ان في انجلترا البريست عندهم مختلف عن اللي عندنا، لكن هو ده المكتوب في الجايد لاينز، ان لازم تبدا بريبيتد الترا ساوند جايدد اسبيريشن مع الانتيبيوتكس. لو البريست ابسس اسوشيتد وذ سكن كروزس، لان للاسف العينين بتوع البريست ابسس دول بيبقوا متابعين مع جاينيكولوجي، بيفضلوا ياخدوا انتيبيوتكس وحقن اسبوع 10 ايام لحد ما يحصل بريشر نيكروزس على السكن. لو في اسوشيتد سكن نيكروزس ساعتها بنعمل سيرجيكال درينج. سيرجيكال درينج بيبقى الليست ادكويت انسيجن، ليست ادكويت انسيجن عشان نحافظ على الكوزميتيك اوتكم بتاع السيرجري. يبقى بنعمل الليست ادكويت انسيجن بحيث ان هو يعمل كومبليت درينج للكافيتي كله. طبعا بندخل صباعنا نفتح كل الفايبر السيبتا، كل الباس ليكولاي بيرنت ليكولاي الموجوده دي نفتحها على بعض، نغسل جوه كويس عشان نعمل كومبليت درينج اوف بس. وممنوع في البريست ان احنا نحط بيكس، ممنوع في البريست ان احنا نحط بيكس. لحد دلوقتي الناس بتعامل البريست ابسس كانه ابسس في اي حته، تفتح وتحط باكس. وطبعا الدرينج او بريست ابسس وي شود بي كيرفول ان احنا ما نعملش انجري اوف ذا ماماري داكتس. هاو تو افويد انجري اوف ماماري داكت، لان طبعا حصل انجري للماماري داكت هتبص تلاقي الجرح بتاعك بيجيب ايه، بيجيب ايه يا شباب؟ بيجيب ملك، هيجيب لبن. ايوه كده تمام، ملك يا هيحصل دكتور. ملك هيحصل ملك فيستولا، هيحصل ملك فيستولا. How to avoid injury of milk ducts by applying Hilton technique of drainage. مين يعرف ايه الهيلتون تكنيك؟ مش انتوا فرقتوه؟ مش انتوا قصدي خدتوا فرق تو، يعني خدتوا الدرينج بتاع الباروتيد ابسس؟ ايه الهيلتون تكنيك ده؟ الهيلتون تكنيك انت بنعمل درينج لللوكيلاي، بعد ما نعمل انسيجن بنفتح اللوكيلاي بارالل تو ذا ميلك داتس. فينهم لسه قاعد واحنا لو تمنيت من القهوه قبل ما تمشي هتنشف. يبقى بنفتح بنعمل درينج بارالل تو ذا ميلك داكتس، بيبقى راديالي راديالي عشان ما نعملش انجري اوف ميلك داكتس وتقلب بميلك فيستولا، which is يعني مش not uncommon. لا فيري، حوالي 20% من الحالات اوف لاكتيشنال بريست ابسس بتبقى كومبليكيتد باي ميلك فيستر. تمام، يبقى ده اللاكتيشنال ماستايتس الباثولوجي بتاعه والمانجمنت. النون لاكتيشنال ماستايتس يعني واحده جالها بريست ابسس وهي ما بترضعش، وهي ما بترضعش. هتلاحظ لو الانفلاميشن موجود بيري اريلر يبقى وانت مغمض بيري داكتال ماستايتس. يبقى لو لقينا الانفلاميشن في واحده نون لاكتيتنج بيري اريلر يبقى وانت مغمض ده ايه؟ بيري داكتال ماستايتس. بيري داكتال ماستايتس دي مشكله بتيجي للستات بيري منوبوز اليونج ايج والبيري منوبوزال برضو، وبيبقوا سموكرز، بيكونوا ايه؟ سموكرز، مع اني والله ما شفتش ولا واحده بتدخن فيهم، بس هم اللي مكتوب كده ان هم سموكرز. وبيحصل انفلاميشن حوالين الميجر ميلك داكتس، والانفلاميشن ده بيكون ابسس، والابسس ده ممكن يفتح ويبرزست بفيستلا. تمام، فيستلا ولا ساينس؟ عم يا دكتور فيستولا ولا ايه؟ لما الابسس ده يفتح
بأوبننج على الجلد كده ويعمل يطلع بيرولنت الشعر، زي بنسميها في الحالة دي فيستولا ولا ساينس؟ فيستولا خالص ها؟ فيستولا خالص ليه الال فيستولا؟ قال فيستولا ليه والال ساينس؟ قال ساينس ليه؟ لا يا دكتور هتبقى ساينس، فيستولا بتبقى ما بين تو كافيتيز، هتبقى ساينس. لا بس هي خلي بالك هي بتبقى مفتوحة على الميلك دكت فهي فيستر. ماشي؟ تمام. اوكي. المرض ده اسمه زوسكاس ديزيز، مرض فيري اريتنت، فيري اريتيتنج. تمام؟ توكسينز نتيجة البيريكسيديزيس وفاسكولار دامج، والبكتيريا فلورا بتاعت البريست بتتغير، بتبقى ميكسد انفكشن بوزيتيف ونيجاتيف وانيروبس، بتبقى فيري ريزيستنت للانتيبيوتكس. الموضوع ده زي ما اقول لكم يعني عيانه جت بسابيريشن، بنبدا لها انتيبيوتيك، بنعمل اسبيريشن وكالتشر انسنسيتيفيتي، لو في ابسس ممكن نعمل له سيرجيكال درينج، لكن لو الموضوع ريبيتد وخصوصا لو كومبليكيتد بفيستولا هنضطر ان احنا نعمل اكسيجن للافكتد داكت. لو انت كونزرفاتيف، لو جاي لك بفيستولا هتعمل هتشيل الفيستولا دي بالريليتد داكت، او ان احنا بنريح نفسنا ونعمل اكسيجن لكل الميجور داكت، كل الميجور داكت بنشيلها، ودي من العمليه بنسميها ميجور داكت اكسيجن. ميجور داكت اكسيجن بنعمل بيري اريلر انسيجن، نفصل الاريلا ونفصل النيبل، نقطع كل نفصل النيبل عن كل الميجر ليمف داكتس، ونخش نشيل بريست تيشو بعمق 2 سنتي على الاقل، بحيث ان احنا تو جارانتي ان احنا شلنا جميع الديزيز ميلك داكتس، بحيث ان احنا نقلل الريكرنس. لو لقينا بريفرال انفكشن فده حاجه من الاثنين، لو لقينا انفكشن بريفرال انفكشن حاجه من الاثنين. الحاجه الكومن اللي ممكن تشوفها ده سكن اسوشيتد انفكشن، واحده كان عندها سكار بعد سيرجري حصل فيه ووند انفكشن. الستات الاوبيس، الستات الاوبيس صدرهم بيبقى لازق في بعض وبيحصل فريكشن خصوصا في المنطقه السب ماماري، يحصل لها اكزيما ويحصل لهم انتر ترايجو اللي ممكن يبقى كومبليكيتد بسيلولايتس. لو في خدت راديو ثيرابي ده بيعمل انفلاميشن وممكن يؤدي الانفكشن في السكن، يبقى ده السكن اسوشيتد انفكشن. او المرعب ده جرانيلوماتوس لوبولر ماستايتس، ده بقى رعب. It is a very rare disease، ويبقى يعني امك داعيه عليك لو في عينه عندها الجرانيلوماتوس لوبولر ماستايتس ده، وخصوصا يا سلام لو انت اتغشمت، انت مش عارف بقى، انت مش فاهم، وقمت فاتح الابسس على طول، يا سلام، يبقى انت قضيت على مستقبلك المهني، لان الجرح ده مش هيقفل وهيفضل ببرزيستد بيرزيستنت ساينس موجود في البريست. فيوم ما تلاقي واحده نون لاكتيشن عندها ابسس بريفرال، بعد اذنك لازم تعمل الترا ساوند، ويا سلام لو تاخد منه كور نيدل بايوبسي. كور نيدل بايوبسي هيثبت لك ان ده جرانيلوماتس ماستايتس. مانجمنت اوف جرانيلوماتس ماستايتس از كونزرفاتيف، هو مرض مش معروف سببه ايه، بيبقى فيه نون كازييتنج جرانيلوماز اسوشيتد مع مايكرو ابسيسز، بيجي للفيميلز الصغيرين نون سموكرز. في بعض الحالات فصلوا الكرايني بكتيريوم منه، لكن مش انفولفد قوي في الباثوجينسيس، لان زي ما قلت لكم الباثوجينسيس بتاعه مش مفهوم. علاج الجرانيلوماتوس ماستايتس كانوا بيدوا ستيرويدز، كانوا بيدوا ستيرويدز، الاسترويد بتعمل سبريشن اوف ذا باثولوجي لكن ما بيختفيش ما بيخفش. ريسنتلي اكتشفوا ان الجرانيلوماتوس ماستايتس ده بيبقى سيلف ليميتد وبيقعد بيختفي بعد 6 ل 8 اسابيع، فانت بتبدا تمشي كونزرفاتيف مع العيانه، انتي بايوتكس انتي انفلاماتوري دراجز لحد ما يعدي ال 8 اسابيع ده ويحصل له ريزولوشن. نيفر تو اتمت ان انت تعمل سيرجيكال درينج
لحاله جرانيوماتوس نوموماستايتس، لان الووند مش هيحصل له هيلينج. يبقى ده البريست انفكشن، ده منظر الجرانيوماتوس ماستايتس بيبقى جاي بماس اكتر منها ابسس، يعني الابسس بيبقى فلكتوانت سيست يعني، لكن ده بيبقى ماس بالالترا ساوند بيبقى حاجه هيتروجينس كده، مفيش كافيتي واضح فيه. فما تستعجلش وخد منه بايوبسي الاول لو طلع جرانيوماتوس. وخلي بالكو يعني للاسف الباثولوجي عندنا حالات البيريداكتال ماستايتس بيشخصوها كانها جرانيوماتوس ماستايتس، شفنا الخطأ ده كذا مره. فانت كلينيكالي لازم تبقى فاهم وواعي، لو لقيت الانفلاميشن بيري اريلر يبقى ده بيريداكتال ماستايتس، بيريداكتال ماستايتس. لو لقيته بريفرال يبقى تشوك في جرانيوماتوس ماستايتس، والحمد لله انه هي حاجه رير يعني. الحاجه الاخيره الهيدرادينايتس سابيراتيفا، وده بيبقى انفكشن وسابيريشن في الاكزيلري سبيشس جلاندز، اكزيلري سبيشس جلاندز حاجه برده مزعجه جدا، بتبقى ميكسد انفكشنز وبتعمل ريكرنت سابيريشن وابسس فورميشن مع فيستولا فورميشن، وبتوصل للنتيجه في الاخر ان احنا بنشيل الاكزيلري سكين كله ونعمل سكين جرافت، لان بتبقى حاجه ريكرنت. ودي حاجه بقولها ليكم كلكم يعني، اللي يبدا يجي له هيدرادينايتس سيبراتيفا لازم تبعد عن كل التوبيكال ايجنتس اللي بتحط في الاكزيلا، كل الديودرنت اللي بتحطها، الكريمات، اي حاجه توبيكال تسيبها لازم تبعد عنها. بتيجي للناس اللي بشرتهم دهنيه، فالناس اللي بياكلوا بقى الميديوم تشين والفولي ساتوريتد فاتي اسيدز، الحاجات المقليه، البنيهات، المكسرات، كل الحاجات دي بتزود الانسيدنس اوف هيدرادينايتس. والهيدرادينايتس مشكله مزعجه جدا، حاجه كرونيك يعني، وبتبقى ريكرنت انفكشنز. جانيكوماستيل ده هايبر بليزيا اوف ستروما اندكتر تيشو اوف ميل بريست، اوف ميل بريست، حجم البريست عند الميل بيبدا يكبر، يكبر نتيجه ان الجلاند كبرت، يكبر نتيجة ان الجلاند كبرت، ده الجاينيكوماستي. لو احنا فحصنا العيان لقينا مجرد ان الحجم البريست ده عبارة عن اديبوز تيشو بس، ده بنسميه السودو جاينيكوماستي، اللي هو مش حاسين جلاند تحت ايدينا، كله فايت بس، ده اسمه سودو جاينيكوماستي. الاثنين ممكن يبقى اسوشيتد مع بعض، يبقى جزء اديبوز مع هايبربليزيا في الداكتن ستروما. بيحصل في 35% في الميلز، الموست كومن كوز للجاينيكوماستيا ايديوباثيك، ملهاش سبب معين، ممكن تبقى يونيلاترال وممكن تبقى بايلاترال، لكن ممكن تبقى فيسيولوجيك جاينيكوماستيا، خصوصا البيبرتال. بيبرتال تبص ده الولد في ثانيه اعدادي يبدا شنبه يخط كده تمام وصوته يتخن، وبص تلاقي ظهر له تندر سويلينج موجود في البريست تمام. ممكن في النيونيتس زي ما اتفقنا بيبقى فيه ريتين ماتيرنال هرمونز، فممكن تبقى مسوسه، ودي بتبقى سيلف ليميتد، او لما بيحصل بريك داون اوف ذيس هرمونز خلاص البريست حجمه بيصغر. وفي الاولد ايج، في الاولد ايج سبب الفيسيولوجيك بيبقى ريلاتيف هايبر استروجينيز، ريلاتيف هايبر استروجينيز. البيبرتال بالذات والنيونيتال طبعا بيبقى سيلف ليميتد تمام، يعني within 6 مانث بيبدا يحصل ريزولوشن، الاول بتبقى بينفول وبعد كده بيت بيرزيست. لو حصل بيرزيستنس بيوند 6 مانث ندور بقى على اسباب، ممكن يبقى دراج انديوسد او ان يبقى فيه حاجه باثولوجيك، فلازم ناخد هيستوري ايه الدراجز اللي ممكن تعمل كده. فيري كومن الناس اللي بيروحوا الجيم ويبداوا ياخدوا انابوليك ستيرويدز، انابوليك دول زباين مستديمين عندنا بسبب الجاينيكوماستي. يبقى الانابوليك ستيرويدز، عايز تلعب جيم يا حبيبي خليك طبيعي، ما تاخدش انابوليك ستيرويدز.
الانتي استروجينز والانتي اندروجينز هيعملوا ريلاتيف هايبر استروجينيزم. الالكوهوليكس واللي بياخدوا بقى الحشيش والبانجو تمام الكنابز ده بيحصل لهم برضو جاينيكو ماستيا. ادويه القلب زي الديجوكسين، الديوريتكس زي السبايرونو لاكتون، ادويه برضو الضغط الكابتوبريل والانالابريل، وكاسن شانل بلوكر زي الفيراباميل والنايفيدامين. ادويه المعده السايميتيدين والرانيتيدين، ودول خلاص وقفوا من الماركت عندنا، لكن الاوميبرازول برضو بيعمل جاينيكوماستيا، الترايسايكليك انتي ديبريسنت، وايفن حتى الانتي فانجل والمترونيدازول ممكن يحصل معاهم جاينيكوماستيا. باثولوجيك الهايبر استروجينيميا نتيجه ديكريز ذا اندروجين في حالات الكلاين فلتر. الناس يا عيني الاطفال اللي عندهم كريبتوركيدازم، كريبتوركيدازم اللي هو البايلاترال اند سند تيستس، ويحصل تيستيكولر اتروفي، او اللي جالهم بايلاترال تورشن وجانجرين في التيستس، او اللي عندهم جالهم يا عيني المامبس البايلاترال اوركايتس وناتج عنه تيستيكولر اتروفي تمام. هايبر برولاكتينيميا نتيجه مثلا بيتيتري ادينوما، والاورام اللي في الخصيه اللي بتطلع استروجينز التستيكولر فيمينايزنج تيومرز، تستيكولر فيمينايزنج تيومرز. زياده سوري تستيكولر فيمينايزيشن ده يعني بيبقى ديكريزد اندروجين من تيستس، ف بيحصل العكس بقى جاينيكوماستيا. زياده الاستروجين نتيجه سكريشن بسبب نيوبلازم باراميليجنان سيندروم، عنده اورام من ضمن الاكتيفيتي بتاعنا بتطلع استروجينز، واللي بيحصل انكريزد بريفرال كونفرجن. الناس اللي عندهم ليفر ديزيز خدتوها في البطنه ان الاستروجين بيتكسر في الليفر، فاللي عندهم ليفر سيل فيلير بيحصل عندهم هايبر استروجينيميا وينتج عندهم جاينيكوماستيا. جريدز ممكن جريد 1 هي مجرد متشافه، جريد 2 دي بتبقى مودريت سكين ريداندنسي، جريد 3 بيبقى شبه الفيميل بريست بالظبط، بيبقى فيه ماركت ريداندنسي. هنعالجها ازاي؟ طبعا ميديكال في الاول بندي دانازول او انتي استروجين، او سيرجيكال لو جزء فيه اديبوس تيشو بنعمل له لايبوسكشن والجزء الجلاندلر بنعمل له اكسيجن بلس اور ماينس سكين ريسكشن. بيبقى نعمل سكين ريسكشن في جريد 3، جريد 3 اللي هو فيه ريداندنسي، فلازم هنشيل الريداندنت سكين. ناخد بريك 10 دقائق وبعد كده نكمل الاندي. هنكمل على نفس اللينك يا دكتور ولا حضرتك تبعت لينك جديد؟
جاهزين يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. ايوه يا دكتور. الحضر المحاضرة دي 17 واحد بس، وانتوا الدفعة كام واحد؟ 50 يا دكتور. هما حاليا تقريبا نص الدفعة بالظبط دول يا دكتور. طب دي حاجة مش مبشرة خالص. طيب انتوا عندكم اي حد هنا مش مصري او مش عربي؟ اه يا دكتور معانا كذا حد مش مصري. نيجيري يعني؟ لا عربي بس مش مصري. اه بس بيتكلموا عربي. طيب خلاص، هو الاسامي كلها عربية، ماشي الحال. دي الكلاسيفيكيشن الجديدة بتاعة الان دي. انا ما اعرفش السورس اللي انتوا هتذاكروا منه، يا ريت الاسبوع الجاي يبقى معاكم نسخة من اللي هو كتاب القصر العيني الجديد، اشوف هي دي الكلاسيفيكيشن الجديدة اللي محطوطة في الكتاب ولا لا. ماشي؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. زي ما اتفقنا اندي از ذا ابيريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفوليوشن، واتفقنا ان الانفوليوشن ده بيحصل ديورنج المينسترال سايكل وبوست مينيبوزل وبوست مينيبوزل. الكولوم ده بيقول لنا ايه النورمال، ايه النورمال وايه الديس اوردر اللي هو الابيريشن، وده الاكستريم of this aberration. Extreme of this aberration. تمام؟ الـ early في الـ early reproductive period لحد سن 25 سنة طبعا بيحصل lobular development. الدكت والدكت lobular unit بتبقى completely developed. الابيثيليوم بتاعها بيبقى well formed. ال connective tissue stromal development بيحصل فيه completion، والنيبل طبعا بيحصل لها eversion، بيحصل لها eversion. ايه disorder، ايه الابيريشن اللي ممكن يحصل اثناء تكون اللوبيلر؟ في مرحله اللوبيلر development ممكن يحصل fibroadenoma، وهنعرف بالتفصيل ايه هي الفايبرو أدينوما. لما الفايبر أدينوما دي تكبر بنسميها الجوفينايل فايبرو أدينوما أو الجاينت فايبرو أدينوما، وبنتلخبط ما بينها وما بين ذا بيناين فيلويدز. بيناين فيلويدز يبقى في تيومر بيحصل في البريست اسمه فيلويد تيومر أو سيستو ساركوما فيلويد. هي مش تبع الاندي، لكن البناين فيلويد بتبقى ريزمبلينج الجاينت او الجوفينايل فايبرو ادينوما. يبقى اللوبلر ديفلوبمنت الابريشن فايبرو ادينوما، والاكستريم فورم بتاعه الجوفينايل فايبرو ادينوما. اثناء الديفلوبمنت اوف ذا ستروما اللي هو بقى الاديبوز تيشو اللي موجود والفايبروس تيشو اللي موجود في البريست، عندنا اللي هو اللي احنا قلناه الجوفينايل هايبرتروفي او الماكروماستيا، جوفينايل هايبرتروفي او ماكروماستيا، والاكستريم فورم الجايجانتو ماستيا. نيبل افيرجن ممكن يحصل فيها انفيرجن، ممكن يحصل فيها انفيرجن. وسيبكم الحته دي. ماشي. في الديفلوبمنت في الليت ريبرودكتيف بيريد اللي هو من 25 ل 40 اللي هو خلاص المنسترال سايكل بتبقى كامله استروجين اند بروجستيرون، فبيحصل سايكليك تشينجز اوف منستريشن اللي هو هايبربليزيا في الدكت، هايبربليزيا في الالفيلاي واللوبيولز، ولما يحصل دروب في الاستروجين المفروض بيحصل انفوليوشن ابوبتوزس اوف ذيس ابيثيليوم علشان البريست يرجع لحجمه الطبيعي. بيحصل الابريشن فيه بيحصل سايكليك نودولاريتي اند ماستالجيا، سايكليك نودولاريتي اند ماستالجيا. الفيميل
قبل المنستريشن البريست بتاعها بيبقى فيرم ويبقى تنس شويه. المفروض بعد المنستريشن يرجع لحجمه الطبيعي، بيبقى فيري سوفت فيري سوفت، وبيبقى هوموجينس كله زي بعضه حته واحده. الابنورماليتي ودي بتصيب حوالي 20% من الفيميلز، وبتمثل 50% من الفيزيتس للبريست كلينيك. 50% من الفيزيتس اوف بريست كلينكس اللي هي السايكليك ماستالجيا اند نوديولاريتي. التسميه القديمه بتاعتها فايبرو ادينوزس. الفايبرو ادينوزس لا تستخدم حاليا، اسمها سايكليك ماستالجيا اند نوديولاريتي. الاكستريم فورم الماستالجيا دي بتبقى انكابسيتيتنج، بيبقى فيري بينفول فيري بينفول. مع المنسترال سايكل اتفقنا ان بيحصل ابيثيليال هايبربلاجيا سواء اثناء المنسترال سايكل او اثناء البريجننسي. مع البريجننسي بيتبقى ممكن تبقى اسوشيتد ب بليدنج بلادي ديشارج بيطلع من النيبل اثناء البريجننسي، ودي حاجه بتبقى سيلف ليميتنج وبتروح لوحدها. اثناء الانفليوشن اللي هو بقى بيحصل ابوبتوزس للإبيثيليوم اللي موجود، ويبقى المفروض ريبليسد باي اديبوز تيشو. اثناء الانفليوشن ده يبدا يحصل ايذر سيست فورميشن، والسيست دي ممكن تبقى مايكروسكوبيك او ممكن المفروض تضاف هنا السيست دي بتبقى كبيره وبنسميها اللي هي الماكروسيست اوف بلاد جود. تمام، بيبقى سيست بتوصل لحجم كبير، والفيميل علشان نخلص من السيست دي بتبريزنت ببريست نوديولاريتي، بتفحصها بتلاقي بريست لامب موجوده، بتعمل الترا ساوند بتلاقي في سيست موجوده. السيست دي ايذر ان هي تبقى الوول بتاعها يبقى ريجولر ويبقى الكونتنت بتاعها هوموجينس، او ممكن الكونتنت يبقى هيتروجينس والوول بتاعها يبقى فيه سوليد كومبوننت. المانجمنت اوف بريست سيست بيكون عن طريق الاسبيريشن، والاسبيريشن ده بنعمله لو بس السيست دي از سيمتوماتيك، عامله ديسفيجرمنت او عامله قلق للمريضه، بنعمل لها اسبيريشن. لو الاسبيريت طلع بلادي ساعتها هنبعته فور سايتولوجي، هنبعته فور سايتولوجي. لو السيست دي باي الترا ساوند از كومبلكس او حصل ريفيلنج بناخد كور نيدل بايوبسي من الوول اوف ذا سيست، الترا ساوند جايدد كور نيدل بايوبسي. لو الريزلت بتاعتنا انكونسيستنت مع اي حاجه سسبيشس وحصل rapid refilling of the cyst after aspiration يبقى بعمل excisional biopsy of this cyst. يبقى الابنورماليتي الاولانيه هو cyst formation وممكن توصل لحجم كبير. لو symptomatic simple cyst بعمل لها aspiration، لو الاسبيريت كان bloody بنعمل له cytology. لو حصل rapid refilling او باي الترا ساوند السيست دي كانت كومبلكس يعني الوول بتاعها في سوليد كومبوننت، لو الكونتنت بتاعتها هيتروجينس بناخد منها كور نيدل بايوبسي، ولو حصل رابيد ريفيلنج بنعمل لها اكسيجن. يبقى ده الانفليوشن اوف لوبيولز، انفليوشن اوف لوبيولز. ممكن يحصل سكليروزنج ليجنز، يبقى الانفليوشن حصل منه سيست فورميشن اند فايبروزس، سيست فورميشن اند فايبروزس، وهنشوف ايه هي السكليروزنج ليجنز اللي ممكن تحصل. داكت انفليوشن يعني الداكت الابيثيليوم بيحصل فيه ابوبتوزس. ايه الابنورماليتي؟ داكتكتازيا، داكتكتازيا.
والدكتكتازيا مش المفروض ان احنا نتلخبط ما بينها وما بين البيريداكتال ماستايتس. البيريداكتال ماستايتس دي عيانه بيريمينوبوزل سموكر بيحصل لها بيري اريلر انفلاميشن ساتوريشن اند فيستلا فورميشن. لكن في الدكتكتازيا ده بيحصل في الستات البوست مينوبوزل وبيحصل فيهم دايلاتيشن في الميجر ميلك داكتس. فالسكريشنز بتبقى انسبسيتد within these dilated ducts وبتتميز بوجود cheesy discharge. لو complicated by recurrent infections او الcharge ده بقى irritant للمريضة بنعمل لها major duct excision. نفس العملية circumarular incision نفصل النيبل من الميلك داكتس ونبدأ نشيل كور اوف بريست تيشو حوالي 2 سنتي in depth to ensure excision of the whole diseased ducts. الاكستريم هو البيريداكتال ماستايتس. الابيفيليوم الابنورماليتي اللي فيه ان يحصل داكتال هايبربلاجيا. والاكستريم بتاعه هو الداكت بابيلوما اند اتيبيكال داكتال هايبربلاجيا. يبقى الداكت بابيلوما والاتيبيكال داكتال هايبربلاجيا. يبقى هو ده الكلاسيفيكيشن اوف اندي. نبدا ناخد topic. دي الكلاسيفيكيشن القديم اللي هو فايبرو ادينوزس, يعني ادينوزس وفايبروزس مع ابيثيليوزس. ادينوزس يعني جلاندرال هايبرفليزيا مالتيبليكيشن الابنورماليتي اللي موجوده السيست فورميشن مايكروسيست ماكروسيست اللي هي البلو دومد سيست اوف بلاد جود للاكستريم اللي هي الماكروسيست. الفايبروزس اللي هو الفايبرو ادينوما, والإبيثيليوزس اللي هو الإبيثيليال هايبربلاجيا دكت بابيلوماتوزس and atypical ductal hyperplasia. دي الكلاسيفيكيشن القديم ودي الكلاسيفيكيشن الجديدة. الموست كومن بريزنتنج ابنورماليتي في البريست كلينيك هو سايكليك ماستالجيا and نوديولاريتي. الفيميل بتيجي تشتكي من breast nodularity وممكن تبقى associated مع mastalgia. ال nodularity and mastalgia بتبقى very evident pre-menstrual قبل المنستروشن وتبقى decreased أو resolved بعد المنستروشن. وهنا كclinician لازم تفرق ما بين السايكليك ماستالجيا والبين نتيجة مشكلة في الشيست وول, ودي هتلاحظوها في البنات الصغيرين الرفيعين اللي بيفركوا بيمشوا كتير بيبذلوا مجهود كتير. توصل بنت رفيعة وعندها pain and tenderness وتيجي تشتكي من البريست وهي المشكلة كلها بتبقى في الشيست وول. علشان نفرق بين الماستالجيا البين الناتج عن السايكليك ماستالجيا والبين الناتج عن الشيست وول, ان السايكليك ماستالجيا في الاغلب بتبقى بايلاتر وتبقى ديفيوز واخده البريست كله, لكن اللي بتبقى نتيجه تشيست بين ناتج من الشيست وول بيبقى يونيلاترال وبيبقى واخد جزء من البريست يا ميديال يا لاترال وبيبقى اسوشيتد مع tenderness. تضغط على الجزء الميديال على الضلوع او الجزء اللاترال من الضلوع تبص تلاقي فيه tenderness. في مرض بيجي اكتر في الفيميلز الرفيعين اللي بيمشوا كتير, حتى بيجي للفيميلز بتاعت الماراثون اللي هو بيحصل هايبربلاجيا في الكارتليج بتاع السكند اند ثيرد كوستال كارتليج قصة الكارتج بتاع الضلع التاني والتالت. فبص تلاقي فيه تندر ماس محسوسة عند القصة الكارتج بتاع second and third rib.
وده مرض اسمه تايتس ديزيز. تايتس ديزيز تمام. فالفيميل تيجي تشتكي من ان هي عندها بريست بين ماستالجيا، لكن انت هتلاحظ ان هو واخد ناحيه واحده وان التندرنس موجود في الجزء الميديال من البريست. ده البين ده اوريجينيتنج من الشيست وول اند نوت فروم ذا بريست. سايكليك ماستالجيا بتبقى بايلاترال وبتبقى ديفيوز واخده البريست كله. طبعا ماستالجيا النوديلاريتي وبيبقى فيها اسوشيتد ممكن بنيبل ديشارج. والنيبل ديشارج اوف سايكليك ماستالجيا النوديلاريتي الوانه variable، ممكن يبقى greenish in color، ممكن تبقى clear yellow، ممكن تبقى brownish in color. فممكن تاخد variation ما بين الوان كتير. طبعا بيبقى في tender axillary lymph node في البعض، ولما بنيجي نفحص البريست بنلاحظ النوديولاريتي، والنوديولاريتي بتبقى محسوسة اكتر between tips of fingers، between tips of fingers. المرضى دول روتين، طبعا هو مش مرض، ما نقدرش نقول عليهم مرضى، دي حاجة abnormality بس موجودة. الروتين بنعمل سونو ماموغرافي، لو صغيرة في السن طبعا بيبقى ألترا ساوند، بس لو أكتر من 35 سنة بنعمل لها ماموغرام كروتين علشان نكسكلود أي suspicious lesion، ولو لقينا أي suspicious lesion أو لقينا complex cyst موجودة بناخد منها بايوبسي. المانجمنت ريأشورنس، أنت كويسة ما فيكيش حاجة، صدرك ما فيهوش مشاكل. بعدين دي نون سترويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز. سبورتنج براسيريز اللي هو بيبقى سوفت برا، سوفت برا تعمل سبورت للبريست، لأن لو لما البريست بيبقى ديبندنت البين بيزيد. بندي فايتو استروجين زي الصويا ميلك، الصويا ميلك فيه استروجين، فده بيقلل من الهرمونال فلكتويشن ديورينج منسترال سايكل، يقلل من الهرمونال فلكتويشن اوف منسترال سايكل، وبيجيب نتيجه فيري افكتيف، فيري افكتيف الفايتو استروجين في المانجمنت بتاعت مشاكل البنات كلها النفسيه ومشاكل الدوره ومشاكل البريست. الفايتو استروجين بيبقى فيري افكتيف مع الفيميلز. افويد كافيين وديكريز دايتري فات. دايتري فات المفروض ما يمثلش اكتر من 15% اوف كالوريك انتيك. فالمقليات والبنيهات والنسكافيه عند البنات بعد اذنكم تقللوه. في الانكابسيتيتنج ماستالجيا لما البين يبقى سيفير بنبدا ندي بقى برولاكتين انهيبيتور، بس ليه سايد افكتس، بيعمل نوزيا اند فوميتنج، بيعمل بوستشرال هايبوتنشن. بندي دانازول لكن برضو 200 ميلي جرام بس، يعني برضو ليه سايد افكتس كتير. اكترهم اكسبتد هو التاموكسيفين. التاموكسيفين 20 ميلي جرام بتمشي عليه انتي استروجين بيبدا يقلل السيمتومز عند الفيميل، بس ده بيبقى طبعا بيجي لها بقى هرشيتيزم ويجي لها اكني وتبقى في ريسك اوف دي بي تي. فطبعا ده بيبقى كونزرفد اونلي فور انكاباسيتيتنج ماستالجي. الفايبرو ادينوم، البعض بيفتكر ان الفايبرو ادينوما دي از ا بيناين نيوبلازم. طبعا الكونسبت ده غلط، والكونسبت ده كان يعني من 10 15 سنه كان موجود ان الفايبرو ادينوما دي از ا بيناين نيوبلازم، بس لا، البيناين نيوبلازم از اوريجينيتنج فروم سنجل سيل، لكن فايبرو ادينوما از ا ميكتشر بتوين ستروما اند ابيثيليوم، mixture of stroma and epithelium. طبعا الاستروما بتبقى اكتر. ايضر سيمبل فايبرو ادينوما ودي حجمها لا يتعدى 5 سنتي، وهي دي اللي بنسميها the mouth of the mouth of the breast، لانها بتبقى freely very freely mobile within breast tissue. لو حجمها اكبر من 5 سنتي دي اللي بنسميها giant fibro adenoma. tubular and lactational fibroadenoma دول بيختلفوا عن السيمبل فايبروادينوما ان الابيثيليال كونتنت اعلى، الابيثيليال كونتنت بيكون اعلى، لكن المانجمنت بتاعها زيه زي
السيمبل فايبرو ادينوما. زي ما اتفقنا ان الفايبرو ادينوما ده جزء من الاندي بنتلخبط ما بينها وما بين الفيلويد تيومر، وهنشوف ايه هو الفيلويد تيومر. عيانة جاية ببريست لامب بينلس، فحصتها لقيت حجمها اقل من 5 سنتي فريلي موبايل وذين بريست تيشو. كمانجمنت لازم روتين الترا ساوند، بريست الترا ساوند لو اكتر من 35 سنة هنعمل معاها ماموجرافي، هنعمل معاها ماموجرافي. السونوماموجرافي هيبين لك ان في ماس موجودة براد 2 او براد 3، حاجة بناين ليجن يعني. ناخد بيوبسي ولا ما ناخدش؟ لو اقل من 23 سنة مش هناخد بيوبسي، طالما ان الكلينيكال والراديولوجيكال داتا ان اكويفوكال، يعني كلينيكالي دي فايبرو ادينوما وراديولوجيكالي دي فايبرو ادينوما، لو سنها اصغر من 23 سنة مش هناخد منها كور نيدل بيوبسي. لكن لو اكتر من 23 سنة فور ميديكو ليجاليتي لازم ناخد منها بيوبسي. اشمعنى الايدج اوف 23؟ لان مفيش بريست كانسر ريبورتد بلو 23 اوف ايج، مفيش بريست كانسر ريبورتد بلو 23 اوف ايج. فعشان كده طالما هي كلينيكالي وراديولوجيكالي unequivocal below 23 يبقى مش هناخد منها بيوبسي، otherwise هناخد منها بيوبسي. طيب خدنا منها بيوبسي طلعت فايبرو ادينوما اقل من 5 سنتي، هنعمل ايه؟ conservative follow up by ultrasound every 6 months عشان نتابع حجمها. تقريبا تلت ربع الحالات هتخف لوحدها، هتختفي. 35% من الحالات تمام هتبقى ستيشنري، هتفضل سوري حاجة، و 50% من الحالات هتبقى ستيشنري ثابتة في الحجم. 8% من الحالات بس هي اللي بتكبر، 8% من الحالات بس هي اللي ايه اللي بتكبر. طيب لو السيمبل فايبرو ادينوما سيمتوماتيك، يعني عامله كوزميتيك ديسفيجرمنت، عامله قلق للبيشنت، او هي كانت جاينت فايبرو ادينوما، يبقى ساعتها هنعمل لها اكسيجنال بايوبسي. يبقى لو الماس اكبر من 4 سنتي اللي هي الجاينت فايبرو ادينوما يبقى هنعمل لها اكسيجن، لو بيلو 4 سنتي لكن سيمتوماتيك عامله ديسفيجرمنت وقلق المريضه، ساعتها برضو هنعمل لها اكسيجنال بايوبسي. ساعات الجاينت فايبرو ادينوما دي بتوصل لاحجام كبيره، فلو هنشيلها هنعمل disfigurement of the breast، ساعتها ممكن الاكسيجن يبقى staged، او ان احنا عن طريق ان احنا نعمل sub mammary incision، sub mammary fold بنعمل فيه incision ونخش نشيل الفايبرو ادينوما الكبيره دي، وساعتها السكار هتبقى مستخبيه beneath the breast. tubular and lactational fibroadenoma في اغلبهم سيلف ليميتد، بيحصل لها بنمشي معاها كونزرفاتيف، خصوصا اللاكتيشنال بعد الويننج الماس دي بتختفي، محدش يشيل اللاكتيشنال فايبروادينوما لانها هتبقى كومبليكيتد بميلك فيستر، وهي كده كده هتخف لوحدها، فما بنشيلش اللاكتيشنال فايبروادينوما. يبقى دي التوبيك الاولاني اللي احنا خدناه اللي هو الفايبرو ادينوما، ده طبعا خلصناه نيبل انفيرجن مفيش كلام فيه. هنخش وقلنا السايكليك ماستالجيا اند نودولاريتي، هنبدا نخش على الانفوليوشن، السيست خلصناها، فاضل السكلروزنج ليجنز. ادي السيست فورميشن احنا خلصناها، والدكت كتيزيا كمان احنا خلصناها. السكليروزنج ليجن ايذر سكليروزنج ادينوزس، سكليروزنج ادينوزس دي شبه السايكليك نودولاريتي لكن الماس بتبقى ديسكريت واضحه.
ودي بتبقى نتيجة excessive myoepithelial proliferation وبتبقى presented بpalpable mass. ولو عملنا لها ماموجرافي ممكن يظهر فيها مايكرو كالسيفيكيشن. تمام؟ دي طبعا لازم ناخد منها كورنيديال بايوبسي. راديال سكار والكومبلكس سكليروزنج ليجنز الاثنين تقريبا شبه بعض، الفرق ما بينهم بس الحجم. الراديال سكار اقل من 1 سنتي والكومبلكس سكليروزنج ليجنز اكتر من 1 سنتي، ودي بتبقى الابيثيليال كومبوننت فيها بيبقى اعلى. المشكله في الراديال سكار ان الماموجرافي يتلخبط ما بينها وما بين الكانسر نتيجه المايكرو كالسيفيكيشن، ما يقدرش يفرق ما بينهم علشان بتبقى فيها مايكرو كالسيفيكيشن. الراديال سكار والكومبلكس سكليروزنج ليجنز should be excised لان 20% منهم بتبقى اسوشيتد مع داكتال كارسينوما ان سايتو. اكسيجن ايدر باي اوبن بايوبسي او by needle excision، في حاجة اسمها vacuum assisted core needle biopsy أو mammographic stereotactic core needle biopsy. دي needle مقاسها 14 جاوج أو جوج، بنبدأ نعمل excision، نبدأ ناخد biopsy نشيل المنطقة اللي فيها micro calcification دي لحد ما نعمل لها complete clearance under mammographic screening فالسكليروزنج ليجن سواء سكليروزنج ادينوزس راديال سكار وكومبلكس سكليروزنج ليجنز لازم يتاخد منهم بايوبسي، لان الماموجرافي ممكن يتلخبط بينهم وبين الكانسر. والراديال سكار والكومبلكس سكليروزنج ليجن should be excised either open or by vacuum assisted core needle biopsy، لان 20% منهم بتبقى associated مع داكتال كارسينوما ان سايتو. البروليفريشنز اللي هي اخر حاجه اللي موجوده في الاندي اللي هي الهايبربلاجيا والدكت بابيلوما والدكت بابيلوماتوزيس والاتيبيكال داكتال هايبربلاجيا. البروليفريشنز عندنا الابيثيليال هايبربلاجيا وده بنتيجه انكريز نمبر اوف ابيثيليوم of terminal duct lobular unit either mild moderate or florid. لو حصل اتيبيا of ductal epithelium، يعني ايه اتيبيا يا شباب؟ define اتيبيا. انا بليجيا يعني، وايه كمان؟ ممكن في ابريشن في المورفولوجي بتاعت السيلز يا دكتور. ماشي، ايه يعني لو اخذ يعني؟ الهايبركروميجيا بليومورفيزم والانابليجيا. تمام، يبقى الخلايا دي بتتقسم بسرعة out of control فبينتج عنها pleomorphism، بينتج عنها hyperchromasia increase nuclear cytoplasmic ratio و anaplasia اللي هي شكلها بيتغير عن المذر سيل. دي الاتيبيكال، دي الاتيبيا. فلو لقينا اتيبيا دي اللي اسمها اتيبيكال دكتور hyperplasia. مشكلة الاتيبيكال دكتور hyperplasia ودي الحاجة الوحيدة the only lesion في الاندي بيبقى associated with increased risk of malignancy. الفيميلز اللي عندهم atypical ductal hyperplasia بنديهم prophylaxis by tamoxifen for 5 years to decrease the incidence of cancer formation. طبعا لو لقينا atypical ductal hyperplasia بناخد منها excisional biopsy او عن طريق الفاكيوم اسيستد كورنيدال بايوبسي. وعلى فكره الفاكيوم اسيستد كورنيدال بايوبسي موجود في مصر دلوقتي، يعني ده تكنيك بيتعمل. الانترا داكتال بابيلوما الناس البعض بيعتبرها بناين نيوبلازم، لكن الاغلبيه بتعتبرها جزء من الاندي، وده بيحصل بابيلوما موجوده في المين داكت 5 سنتيمتر بلو
the nipple، ودي من البرزنتيشن بتاعها بيبقى bleeding per nipple. The most common cause of bleeding per nipple هو الدكت اكتيجي، هو الدكت اكتيجي. لكن برضو من ضمن الأسباب اللي بتعمل bleeding per nipple، الموست كومن باثولوجي بقى اللي بيعمل bleeding per nipple اللي هو الدكت بابلوما والكانسر طبعا، لكن المور كومن هو الدكت اكتيجي. ممكن البرزنتيشن يبقى بماس، بالبابول ماس بتبقى موجودة في تلت الحالات، بنعمل سونوموجرافي بيبان الانترادكتال بابلوما، ممكن نعمل داكتوغرافي دخل كانيولا رفيعة ونحقن كونترست ونصور بيبان فيلنج ديفكت، بس ده في طب الغابات يعني. المانجمنت مايكرو دوكيكتومي. ايه المايكرو دوكيكتومي دي؟ العينة دي بتبريزنت ببليدنج بير نيبل، ولما تيجي تفحصها بتلاقي البليدنج جاي من سنجل داكت، بيبقى جاي من سنجل داكت، فبندخل بروب رفيع جوه الافكتد داكت، يبقى جوه العمليه بنعصر الصدر بنلاقي الاوريفيس اللي طالع منه البلاد، نقوم عاملين له كانيوليشن ببروب ونخش نعمل انسيجن ايذر راديال او سيركم اريلر، او نخش نحقن ميثيلين بلو جوه الدكت دي ونخش نشيل الافكتد داكت كلها. دي العملية اللي اسمها المايكرو دوكيكتومي. لكن الأضمن في الريزلت خصوصا في الفيميلز البوست منيبوزل هو الميجور داكت اكسيجن. انت بتشيل بقى الميجور داكتس كلها، دي واحدة كومبليتد هير فاميلي مش هترضع من صدرها بعد كده، فدي بتديك ريزلت طبعا اداء، بدل ما تخش تشيل داكت واحدة يعالم شلتها كومبليت ولا لا، في ريزيدول ولا لا، فالميجور داكت بتبقى أضمن في الريزلت. احيانا الانتراداكتال بابيلوما بتبقى مالتيبل، انتراداكتال بابيلوما سيندروم بيبقى فيه مالتيبل انتراداكتال بابيلوماز، بتيجي بتحس لمبة او احنا بنشوفها باي سكرينينج. مشكلتها ان البابيلوماتوزس الداكتال بابيلوماتوزس ده ممكن يبقى اسوشيتد مع الاتيبيكال داكتال هايبوبليجيا، فده بيبقى بري كانسرس، بيبقى بري كانسرس ايذر مالتيبل اكسيجن، وده هيعمل ديفورميتي وديسفيجرمنت في البريست، ان انت كل شويه تفتح وتشيل دكت منهم. فاكيوم اسيستد كورنيدال بايوبسي ممكن ما يبقاش افيشنت احيانا لو في اتيبيا موجوده وهي افكتنج مالتيبل دكتس، ممكن نحتاج ان احنا نعمل ماستكتومي. الفيلويد تيومر ده group of tumors بتتميز ان هي rapidly growing، بتكبر بسرعة فتبدأ تعمل venous engorgement، واحيانا تعمل pressure necrosis و ulceration من ال skin of the breast according لحجم التيومر والratio between stroma and cellularity والpresence of cellular mitosis والpresence of necrosis بنclassify phylloid tumor into benign, borderline and malignant. عيانة بتpresent بhuge breast lump، بنعمل sonomammography وبناخد core needle biopsy is diagnostic for phylloid tumor. Management of phylloid tumor by complete excision. والسيفتي مارجن في حالات البناين فيلويدز، السيفتي مارجن مش شرط تبقى كبيره، اهم حاجه يبقى فيه كومبليت مايكروسكوبيك كليرنس، لكن في البوردر لاين اند مالجننت ليجنز لازم يبقى فيه سيفتي مارجن 1 تو 2 سنتيمتر. ليه؟ لان في انسيدنس اوف ريكيرنس 20% في حالات البناين ليجنز، لو سيبنا منه حته هيحصل منه ريكيرنس، وطبعا الانسيدنس في ريكيرنس بتزيد مع البوردر لاين والمالجننت. المالجننت فيلويدز في 5% بيدي نودال ميتاستاسيس، وفي 5% بيدي ديستنت ميتاستاسيس، والبروجنوسيس بتاعه بيبقى سيء جدا لانه مش سنسيتيف للكيموثيرابي اند راديوثيرابي. فالميتاستاتيك فيلويد بيبقى
carry poor prognosis. ليبوما أنا في حياتي شفت بريست ليبوما مرتين مثلا، تمام؟ تيجي بريست لامب بتبقى soft and lobulated، بنعمل السونوماموجرافي بيبقى diagnostic، يعني الالترا ساوند يقدر يشخص ان دي ليبوما. لو سيبتوماتيك عامله disfigurement بنعمل لها اكسجن قبل الشارج. النورمال ديشارج اللي هو الميلك ديورينج لاكتيشن، لكن لو في ميلك ديشارج نوت ريليتد لاكتيشن دي بنسميها جالاكتوريا. الداكتكتيجيا كاركترستيكلي بيبقى كريمي او تشيزي ديشارج. الديشارج الوحيد الكريمي او تشيزي بيبقى عامل زي الجبنه المطبوخه زي الجبنه النستو كده، دي دياجنوستيك للداكتكتيجيا. الفايبر ادينوزيس في الوان كتير، يلو براون اند جرين. لو حاجه ابسس هيبقى فيه بس. المعضله بقى اللي هو البلد داكتكتيزيا الموست كومن كوز، ممكن يبقى اسوشيتد مع الدكت بابيلوما دكت الكارسينوما انسايتو او بريست كانسر، تمام؟ لما عيانة تيجي تسأل تشتكي ان عندها bleeding per nipple لازم نسأل هل هو unilateral ولا bilateral، هل هو single or multiple. دايما لو bilateral وجاي من multiple ducts ده for sure دي حالة duct ecthasy، لكن unilateral single orifice mostly هتبقى papilloma او DCIS breast cancer، تمام؟ management of bleeding per nipple هتمشي الروتين triple assessment، لازم هنعمل sonomammography، لازم هنعمل sonomammography. لو لقينا lump هناخد منها biopsy، ويبقى احنا كده عرفنا الباثولوجي ونعالج الباثولوجي accordingly. لو مفيش lump هناخد cytology، جايز تشوف malignant cells، نعمل بنزيدين تيست عشان نتأكد ان ده blood، لان البراون ديشارج بتاع الفايبرو ادينوزيس او السايكليك نوديولاريتي ممكن يبقى شبه الدم، فبنعمل بنزيدين تيست عشان تنشور ان هو بلاد، ونعمل كالتشر اند سنسيتيفيتي لان في حالات الداكتكتيزيا لو في انفكشن هيبقى ده سبب من اسباب البليدنج بير نيبل. طيب ما لقيناش لم و سيتولوجي نيجاتيف كالتشر سنسيتيفيتي نيجاتيف، بنزيدين قال ان ده blood according to age. according to age لو not completed her family بنعمل بنبقى ماشيين معاها conservative، نديها antibiotics reassure، وبعد 6 شهور نعد لها الراديولوجي، لو ظهر lump هناخد منها biopsy. لو مفيش استجابه للconservative management او لو فيميل اباف 40 completed her family مش هترضع، هنعمل major duct excision. major duct excision علشان نعمل pathology عشان تاكسكلود اي malignancy. كده خلصنا محاضرة النهاردة. في اي سؤال؟ شباب يا ايها الشباب. شكرا دكتور. تمام، انتوا متسجلين على المودل ولا لا؟ استنوا كده. ايوه يا دكتور. طب استنوا بس عشان اتاكد عشان انزل لكم المحاضرات دي عليها. مش متسجلين عندي يا شباب. مسؤول الدفعة. ايه ده 6-1؟ استنوا.
اه موجودين. اوكي هنزل لكم المحاضرة عليها دلوقتي. وزي ما اتفقنا الاسبوع الجاي حد يجيب بس كتاب القصر العيني، نشوف الكلاسيفيكيشن دي موجودة في القصر العيني ولا لا. ماشي تمام حضرتك. الاسبوع الجاي ان شاء الله يا دكتور نحضر في الجامعة ولا هيبقى اونلاين برضو؟ لا جامعة بقى تمام يا دكتور. يخص عليكم يعني. لا لا نحضر في الجامعة يا دكتور. هنحتاج ندي اكسترا يعني، انا ام شور ان انا هحتاج ادي محاضرة او اتنين اكسترا هنبقى نديهم اونلاين. تمام يا ماشي دكتور. تمام ماشي يا دكتور، شكرا جدا، مع السلامة. السلام عليكم.